مرحبا بكم أصدقائي الفلاحين في هذا الفيديو الجديد، وكالعادة فيديو جديد في يوم جديد وموضوع جديد. مباشرة من المزرعة نتناول اليوم موضوع جد مهم للفلاحين سواء المبتدئين أو الخبراء. هذا الموضوع الذي سنتكلم فيه اليوم هي ظاهرة تسبب موت الأشجار. نعم صديقي الفلاح، موت الأشجار. الكثير منا زرع أشجار وبعمر سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ماتت الأشجار، فلماذا يا ترى؟ والكثير منا زرع أشجار لم تمت لكنها بقيت ضعيفة جدا وتغير لونها ونموها بطيء جدا، فلماذا وكيف حصل هذا وكيف نحمي أشجارنا؟ تابع الفيديو أخي الفلاح إلى آخر دقيقة لكي تفهم الموضوع جيدا وتستفيد من الفيديو. إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة اشترك في القناة فضلا وليس أمرا، واترك أو اضغط زر الإعجاب، واترك أيضا تعليقا للاستفسار أو لملاحظة أو لأي تعليق أو أي شيء تريدونه. أصدقائي الفلاحين لاحظوا هنا، هذا حوض شجرة، لاحظوا في منتصف الأشجار كما تلاحظون. ما شاء الله ما شاء الله، لاحظوا أصدقائي هذا حوض كانت فيه شجرة هنا وماتت الشجرة. هذا حوض بجانبه دائما يخص الأشجار المثمرة، هذه أشجار تفاح كما ترون أصدقائي، هي جيدة جدا بعمر 6 سنوات. ولاحظوا أصدقائي هذه الكارثة التي يتكدس فيها الماء، يتكدس الماء في أحواض الأشجار، هذا هو السبب الرئيسي لموت الأشجار بعمر سنة أو سنتين إلى غير 3 سنوات، وهذا هو السبب الرئيسي لتعفن الجذور. وأقدم لكم مثال حي أصدقائي، لاحظوا هذه الشجرة بقيت ضعيفة لأن حوضها كان يخزن المياه لمدة طويلة. لاحظوا أصدقائي هنا أيضا شجرة أخرى ماتت قمت باقتلاعها، وهنا أيضا شجرة أخرى ماتت قمت باقتلاعها. إذن ماذا نستنتج أصدقائي؟ هذه المساحة هنا كما تلاحظون تربتها غير نافوذة وتخزن المياه بشكل كبير جدا، وتكدس المياه في الحوض أو في محيط الشجرة يسبب في موت الشجرة. كيف ذلك؟ فالمياه المتكدسة في الأحواض تذيء وبشكل كبير جذور الأشجار. المياه المتكدسة والكثيرة تضر بجذور الأشجار ما يتسبب في تعفنها. لاحظوا أصدقائي هنا مثل الحي، هذه الشجرة صنف التفاح لكن جيناتها ذكورية فهي لا تلد هذه الشجرة. لاحظوا تكدس المياه أصدقائي، لاحظوا كيف الشجرة بقيت ضعيفة وكيف تحول لونها إلى لون برتقالي بعض الشيء. لماذا كل هذا؟ لأن هذه الشجرة تخزن المياه، وهذه المياه تضر بالجذور ما ينتج عنه تعفن الجذور. تابع الفيديو صديقي الفلاح، لا تتوقف هنا لكي تعرف الطريقة المناسبة للتعامل مع هذه التربة التي تتكدس فيها المياه، أو حل أو بعض الحلول سأقترحها لكم يعني عن تجربة للتخلص من مشكل التربة الغير نافوذة أو التربة التي تحتفظ بالمياه بشكل كبير. لاحظوا أيضا أصدقائي هذه شجرة أيضا ضعيفة بعض الشيء، لماذا وكيف؟ لأن حوضها كان يخزن المياه، كانت المياه تتكدس في هذا الحوض، لكن الآن بعد عدة حلول توصلت إلى الحل المناسب لحماية أشجاري من هذه الظاهرة، بينما هذه الأحواض التي لم أقم بزراعتها بعد والتي قمت باقتلاع الأشجار الميتة منها بعد التعفن جذورها بقيت المياه تتكدس فيها. إذن لماذا تتكدس المياه في أحواض الأشجار أصدقائي؟
لماذا تتكدس المياه في أحواض الأشجار؟ أولا وقبل كل شيء، التربة الثقيلة والغير نافذة تتكدس فيها الأمطار والمياه، سواء مياه الأمطار أو مياه السقي أو غير ذلك. ثانيا هطول الأمطار بشكل غزير وكثيف أيضا يتسبب في تكدس المياه في أحواض الأشجار. ثالثا السقي العشوائي، يعني السقي بكميات كبيرة جدا، هذا يؤذي الأشجار، لأن تكدس المياه في أحواض الأشجار يؤذي جذور الأشجار ما يتسبب في تعفنها. هذه أبرز الأسباب أصدقائي الفلاحين والتي تتسبب في موت الأشجار أصدقائي الفلاحين. لذلك أنا لم أشاهد أي فيديو أو لم يخبرني أحد عن هذا الموضوع، لذلك ارتأيت مشاركة بعض المعلومات عن تجربة بعد سنوات من الجهد وبعد سنوات من الأسئلة التي طرحتها على نفسي في ميدان الفلاحة. لماذا ماتت حوالي شجرتين، 3 إلى 4 شجرات، لماذا ماتت؟ فاستنتجت النتيجة وقمت بإنقاذ ما تبقى من الأشجار. إذن الحلول أصدقائي، أولا عملية السقي هي عملية علمية، يجب تتبع برنامج مناسب ومنتظم للسقي، سواء من حيث الفترة، يعني تباعد الفترة بين السقية والأخرى. ثانيا حول كمية المياه التي نسقي بها الأشجار. أخي الفلاح، هذه الشجرة ليست مجرد حفرة على الأرض تضع فيها أنبوب أو تفتح المياه في الحوض وتتركها، لا صديقي الفلاح، هذه الشجرة تحتاج إلى كمية معينة ومناسبة من المياه فقط من فترة إلى أخرى تكون منتظمة. لذلك يجب وضع برنامج منتظم حسب التربتك، هكذا أصدقائي الفلاحين. ثانيا أصدقائي الفلاحين، إذا لاحظت أن أشجارك أو أحواض أشجارك تتكدس فيها المياه، سواء مياه الأمطار أو مياه السقي، يعني فرضا نزلت الأمطار اليوم، أترك يوما أو يوم ونصف أو يومين يعني، ثم عد إلى مزرعتك وقم بالمراقبة. إذا وجدت هذا المنظر فأشجارك في خطر، ماذا تفعل صديقي الفلاح؟ يمكنك تفريغ المياه سواء بدلو، أو تقوم إذا كانت أرضك غير مستوية، يعني غير مستوية، يمكنك جعل فتحة في الحوض لكي تنفذ منها المياه وتغادر هذا الحوض. وكإجراء وقاية أصدقائي الفلاحين، لا أنصحكم بغلق الأحواض قبل موسم الشتاء، لأن في الشتاء في بعض الأحيان تكون هنالك أمطار وثلوج كثيفة، وتكدس المياه في الأحواض لمدة طويلة يساهم في خلق هذه الظاهرة، أي تكدس المياه في الأحواض ما يؤذي أشجارنا. إذن عليك بفتح جعل فتحة هنا قبل الشتاء لكي لا تتكدس المياه. ثانيا في موسم السقي أو موسم الربيع، إذا لاحظت نفس الظاهرة أيضا صديقي الفلاح، يمكنك وضع فتحة أو يمكنك التقليل من كمية المياه، قلل من كمية المياه التي تسقي بها أشجارك، وقرب بين مدة السقي، يعني بين السقية الأولى والثانية. إذا كنت تسقي مثلا كل 10 أيام ولاحظت أن المياه تتكدس في أحواضك، فقم بسقي الأشجار بكمية قليلة من المياه، ثم قرب مدة السقية 5 أيام، 6 أيام إلى 7 أيام. هذه معادلة غير ثابتة، فكل وأشجاره، كل وتربته، كل ومياهه، يمكنك استنتاجها بنفسك عبر الخبرة وعبر الوقت. ثانيا أو ثالثا أصدقائي، أحد أهم الحلول التي وجدتها لهذه الظاهرة هي وضع السماد الحيواني. كيف أصدقائي الفلاحين، السماد الحيواني يساهم بشكل كثيف في تبخر المياه بشكل سريع. لماذا؟ لأن هذا السماد يخلق بعض من الحرارة والرطوبة،
والتي يجعل من خصائص التربة أنها لا تحتفظ بالمياه بسبب الحرارة التي تتولد من هذه السمات الحيواني، فلذلك تتبخر المياه. وهذا خير مثال أصدقائي، هذه الأشجار كانت تحتفظ بشكل رهيب بالمياه، لاحظوا أصدقائي، لكنها لا تحتفظ الآن. هذه، لاحظوا أصدقائي الفكرة التي طرحتها في جعل منفذ للمياه، هكذا، لاحظوا أصدقائي، هذه الشجرة كانت المياه تتكدس فيها بشكل رهيب وفظيع، وقمت بحل الأمر بوضع منفذ، هذا حوض الشجرة، لاحظوا أصدقائي، وقمت بوضع منفذ هنا حيث المياه لا تتكدس، هذا لأن التربة عندي أو شكل الأرض عندي مائل بعض الشيء، وهذا الشيء قد ساعدني، لكن لأصحاب الأرض المستوية يجب تفريغ الأحواض مباشرة بعد هطول المياه بشكل كثيف والثلوج، خاصة إذا لاحظت أن المياه تتكدس في الأحواض، فيجب عليك فعل هذا. ثالثا أصدقائي، يجب، أو رابعا، النقطة الرابعة والخامسة لحماية أشجارنا من هذه الظاهرة، يجب قلب التربة تكرارا ومرارا عبر فصول السنة. وهذه النقطة جد مهمة لمن يعانون من ظاهرة تعفن الجذور، لأن كما ذكرت في بداية الفيديو أحد أهم أسباب تعفن الجذور هو تكدس المياه، وبعد تكدس المياه وإصابة أشجارك، حتى وإذا تدخلت وقمت بتقليل من كمية المياه وقمت بشيع المنافذ في أحواضك، لكن الأشجار قد أصيبت، لذلك يجب التدخل لمعالجة الأشجار يدويا. كما قلت، يجب عليك حرث الأشجار مرارا وتكرارا في السنة 5 مرات إلى 6 مرات، وأيضا بجعل أدوية مناسبة من الصيدلية الفلاحية، تذهب إلى الصيدلية وتطلب دواء خاص بتعفن مرض تعفن الجذور، تقوم بوضعه في التربة أثناء السقي، وأيضا برشه مثل هذه الأدوية أليات فلاش، هي علامة تجارية أو دواء خاص بهذا المرض، يمكنك طلبه من الصيدلية الفلاحية الخاصة أليات فلاش، جد مهم في معالجة الجذور التي أصابها مرض تعفن الجذور وأصبحت أشجارك هزيلة وضعيفة نوع ما، ويتحول لونها إلى لون برتقالي، ثم تموت الشجرة، وإن لم تموت يبقى نموها ضعيف. لذلك صديقي الفلاح، هذه الملاحظة جد مهمة، لن تجدها عند الآخرين، أنا أتقاسمها معك أخي الفلاح بشكل مجاني، وذلك عبر التجربة ومن خلال تجربتي والاستنتاج الذي توصلت إليه، فأنا لا أبخل أحدا أصدقائي، لذلك أطلب منك أن تدعم قناتي وتضع زر الإعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة، وضع تعليق يناسب الموضوع فيه استفسار أو لتحفيزنا للمضي قدما، ومشاركة فيديوهات ومعلومات أخرى، ويمكنك أيضا أن تجد الكثير من الفيديوهات والمعلومات من هذا القبيل في هذه القناة، فقط راجع قناتي صديقي الفلاح، لقد تكلمت كثيرا في هذه الفيديو وبسرعة، لأن هدفي هو مشاركة المعلومات أصدقائي معكم، ليس فقط جعل فيديو لكي يتابعه الناس، فيبقى هدفي هو من الجانب الإنساني، وحبا لهذه المهنة، وحبا لبلادنا وأرضنا، لذلك أطلب تكاثف الجهود ودعم المنتوج الفلاحي في القنوات في الإلكترونية، وهذا لكي تعم الفائدة. شكرا لكم أصدقائي على متابعة الفيديو، نلتقي في فيديو آخر في حلقة جديدة وحول موضوع جديد، دمتم في رعاية الله وبالتوفيق في أعمالكم اليومية.